الصين على وشك إمداد روسيا بذخائر عسكرية. قد تبدو لك جملة عادية، ولكنها ليست كذلك عند المخابرات الأمريكية التي ما أن حصلت على هذه الأخبار حتى دقت ناقوس الخطر وبدأت على الفور تحذيراتها للصين. فهل نحن أمام سيناريو خطير ينذر بصراع تاريخي أسوأ من أي صراع مضى؟ دعونا نفكك المشهد سوية. الصين امتنعت على مدى عام كامل من تقديم أي دعم لروسيا في حربها مع أوكرانيا، وفضلت الحياد على عكس إيران وكوريا الشمالية التي دعمت روسيا. الصين المحايدة أمس تتلقى اليوم تحذيرات شديدة اللهجة من الإدارة الأمريكية، حيث أكد الرئيس الأمريكي بايدن لزعيم الصين شي جين بينغ أن أي خطوة في هذا المسار سيكون لها عواقب وخيمة. ثم جاءت أيضا تحذيرات الرئيس الأوكراني، حيث قال في مقابلة مع صحيفة فيلت الألمانية: من المهم ألا تدعم الصين روسيا في هذه الحرب، إنني أود أن تكون في جانبنا، لكن إذا تحالفت مع روسيا فستكون هناك حرب عالمية، وأعتقد أن الصين تدرك ذلك. لكن محللو العلاقات الدولية كان لهم رأي آخر، فبعضهم يقول إن من الأسباب التي قد تدفع الصين إلى دعم روسيا هو علمها أنها ستكون اللاحقة في حال خسرت موسكو الحرب، وبعضهم الآخر يرى أنه بالوقت الذي يبدو فيه العالم بحاجة إلى موارد روسيا، فإن الصين هي التي تبدو بحاجة إلى العالم لا العكس، فاقتصادها يعتمد على الواردات من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي دخولها الحرب إلى جانب روسيا سيكون مغامرة أكبر بكثير من حسابات الربح والخسارة التي أجرتها موسكو حين اتخذت قرار بدء عملياتها ضد كييف قبل عام. لكن مع كل هذه الحسابات والتحذيرات، ما رد الصين؟ الصين لم تؤكد ولم تنفي ما إذا كانت ستزود روسيا بدعم عسكري أم لا، وكل ما صرحت به أن واشنطن تقوم بنشر معلومات مضللة، في حين أن تصريحات بلينكين وزير الخارجية الأمريكية لشبكة CBS أكدت أن هناك مساعدات صينية ستشمل أسلحة وذخيرة. ليبقى السؤال الأهم: ماذا لو تجاهلت الصين هذه التحذيرات وقامت بالفعل بإمداد روسيا بأسلحة عسكرية لمواصلة الحرب؟ كيف سيكون السيناريو بعدها؟ حسب نيويورك تايمز، سيتحول الصراع إلى صراع تاريخي، كونه سيضم القوى الثلاث العظمى في العالم وشركائهم، وهي روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية المتحالفين ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفائهم الأوروبيين واليابان وكوريا الجنوبية. لنكون أمام سيناريو جديد لحرب عالمية ثالثة، وقودها دول لديها خيار الضغط على الزر النووي.